من هنا بقى. تسرق من دولاب ابوك يا جمال؟ دي اخر تربيتي فيك. ايه بابا، انا كان لازمني فلوس وخفت اقولك. من امتى بتخاف تطلب مني فلوس؟ انا حرمك من حاجه؟ ها؟ وديني مصروفي ما يعديليش والعيال بتنقلصوا عليا عشان معيش فلوس. 300 جنيه لعيل زيك في الشهر ما يكفوكش؟ ليه؟ بتشرب حاجه؟ لو ربنا يا رب. تاخد كام من دولاب ابوك يا جمال؟ كنت هتاخد كام؟ انت 400 جنيه. خد يا جمال 400 جنيه. لا خلاص يابا مش عاوز. خد يا حبيبي. ولما تعوز فلوس تاني يا جمال قول لي يا حبيبي. عارف ليه؟ عشان تابنا يا جمال. الورشة والبيت وفلوسي كلها ليك. عايزك تبقى راجل يالا. عايزك تبقى راجل وتجيب القرش بالهوى مش بالسرقة. المرة دي سرقت أبوك هيسامحك ويداري عليك، لكن لو سرقت حد غريب مش هيسامحك يا جمال ولا هيداري عليك. هيفضحك يا ابني ويمكن يحبسك. فاهم يا جمال؟ ما تزعلش مني يا أبا. آخر مرة تعملها. حاضر يا ابا. عايز 400 جنيه ليه بقى؟ ولا حاجه، انا هجيب حته موبايل لقطه مع واد صاحبي. ماشي يا حبيبي 400 جنيه معاك اهو. هات الموبايل وخد 50 جنيه دي كمان خليها معاك. ماشي يلا.